السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا مساء الأحد بالتوقيت المحلي لإعلان اختراق علاجي كبير لفيروس كورونا. وكتبت ماكيناني على حسابها الرسمي على موقع تويتر أن ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا يتعلق باختبار علاجي كبير لفيروس كورونا، وأضافت أن المؤتمر سيحضره أليكس عازارا وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية وستيفان هان رئيس إدارة الغذاء والدواء. نشكركم على حسن المتابعة.